شوف 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 احكي احكي هذا لايف تيك توك احكي يلا خلينا نفضي خلينا نجيب الطشه ليش هيك اها اوه هذا هنا الكلام خطير خطير يا ربع حلو هنا حتى الماكينه ساره مسويه هذا سلام عليكم هلا اي شباب التزعلي وفيديو جديد فيديو يا ربع ما تنكون ولا اصوره ولا انزله راح تقولون ليش حلو ولان انا ما احب واحد يحكي بالخصوصيات مالته وينشرها على الانترنت وشنو بث تيك توك تخيلوا على اسوأ منصه يفتح بث مباشر مال تيك توك ويفضح بنفسه شغله ثانيه يا ربع اللي هي شغله دراما هو قلت انه هاي البنيه راح تنسجن وحتى بالعنوان كتبت هاي البنيه لازم تنسجن بسبب تصرفاتها والشغلات اللي تسويها كنا نعرف اذا انت تعديت القانون تجاوزت القانون راح تنتهي بالسجن وهذا اللي صار وياها قبل ما نبلش هذا الفيديو يا ربع فجر هذا المقطع لايكات خلينا نوصل هذا المقطع فت 4000 لايك بس يا ربع خلينا نبلش عندنا هنا بالبدايه البنيه اللي ايش وقت تحكي يا الشيخ يعني ما اعرف ايش يسوي الشيخ ما ادري المهم جيبوا له الشيخ يا معودين انطرشنا ينطرشنا ينطرشنا بس احنا علي من بنتبه له على الطفل وعلى البث المباشر اللي قاعد يصير او على الاتصال هي ورجلها طلاق وانت بس ليش اصحى هنا ايش عليك ايش وقت تحكي يا شيخ ايش وقت تحكي يا شيخ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت ليش صايعين؟ هو الولد دي يسمعك وقاعد يحكي وياك تفاهموا وفاتحه بث مال مباشر مال تيك توك يعني دي يتعاركون هم والناس دي تتعارك بالتعليقات وهذا خطيه طفل هنا مصدوف يعني طفل طفل يا اخي طفل وين حقوق الانسان؟ وين حقوق الانسان؟ انا نايم 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 اعتقد انا طلبت الطلاق وانت ما قبلت صح ولا لا؟ هي البنيه هنا طالبه الطلاق هو الرجال ما قابل ليش ما قابل بالله؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ مرة ثانية؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ هذا الطفل ليش صايعين؟ أنت لو آدمي ما تحكي هيك، طالعي قدام عملت أنا عفتها، أوكي؟ قول لي بنتي تطلق من زمان وأنا ما تعرفها. يعني هي بنتي تطلق من زمان بس هو ما مطلقها. زين أنت اللي مصمم هذا الفيديو، ليش تخليها يدداه والأغنية مال سعدون السعدي؟ إلا سعدون السعدي؟ لا احكي 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 هذا بث مباشر احكي حتى ننفض احكي فلوس مشاهدات هذا اللي قاعد يصير بالتيك توك يا الربع اي شيء يصير مشكله قبل اجي فتح لايك وقعد ويلا خلينا نتخابر لو هو مرته لو هو وحبيبته لو واحد هو ما ادري منهم متحاركين يعني تيك توكرز ويجون يسوون مشاكل شوف هذا الطفل يعني خطي شنو ذنبه انه طلع امه تتعارك هي ورجلها وانه بث مباشر والشغله الاكبر انه هذا الفيديو راح يظل موجود بالتيك توك يظل موجود باليوتيوب يظل موجود بالفيسبوك وين ما كان يظل موجود تمام وليش يعني مشاكلكم حلوها يعني بيتكم ليش تحلوها حلوها باتصال ليش تفتحين لايف وهذا الطفل خطيه شوف 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 انا احكي احكي هذا لايف تيك توك احكي يلا خلينا نفضي خلينا نجيب الطشه ليش هيك انا ما كتبت بس الاغنيه اللي حاطيها شو بتخبطك هسه ايش ما دا اسمع انا حاليا بس جيبوا لها الشيخ وانا الشيخ وطلقني شلون تقول دور طشه براسي يعني انت الحاكي بينا زين اوقف هسه انا ما اعرف هو الحاكي بيك انت الحاكي بيا بس انا اللي قاعد اشوفه بعيني انت قاعد تحكين ويا الولد جيب لنا الشيخ اريد اتطلق وفاتحه لايف مال تيك توك والعالم ما مقصر الطفل خطيه شوفوا ما انا كله يعني حتى انا قاعد على الطفل طفل شنو ذنبه انه انت قاعد تصيحين وفاتحه لايف وقاعد يعني هذا الطفل باكر من يكبر شنو راح يقول لك شنو راح يقوله انا متاكد راح يتبرى هذا اللي اشوفه اوكي هي قاعدة تحكي بالمستحيل يا مستحي لا تجيب طار العالم زين هسه انت ما استحيت من فاتحه لايف تيك توك وصايره يعني قضيه راي عام يعني تير بنيتي تتطلق وهذا الولد ما يريد يتطلق وما يريد يخليها تتطلق وصايره مشكله وين الشيخ؟ الشيخ وين؟ ما نعرف الشيخ وينه هذا الطفل شنو ذنبه؟ شنو ذنب الطفل؟ ولا تعب شعلي العالم شعلي هالعالم بس والله انطرشنا احكي كلمه ولا تغطاها ايه شو كنت تحكي يا شيخ يا ابني رجعت للشيخ عيف الشيخ رحمه لوالدي عيف الشيخ نايم عفتك وبعدت ووخرت قلت لك اذا على مزاجك ولا مو على مزاجك تطلق ما تطلق ما يهمني ما يهمني انا رايحه انت ما قبلت تحكي يا شيخ هسه ليش تحكي قدام العالم زين ليش يا شيخ اكو شيء اسمه محكمه يعني الا شيخ اكو شيء اسمه محكمه روح للمحكمه يا احنا نتطلق ما قبل الولد هم يدزوا له غصبا ما عليه يدزوا له ورقه ما الطلاق تمام مجرد يوقع وكان الله يحب المحسنين ليش الشيخ يعني انت بعد اطلق ما اطلق انا بعد ما يهمني راح اسوي بلوكات ورحت
ليش تمشي قدام العالم عاكس هذا الكلام العادي؟ يا اخي والله العظيم ما علي، يا اخي انا اموت من واحد انه قاعد يتناقض قدامك وعلني وعينك عينك انه هي قاعد تتناقض. ليش تحكي قدام العالم زين؟ انت ايش تسوين بالله؟ والله فاتحه الجروب مال العائله وقاعد اسولف ومجموعه ولمة الحبايب. زين انت فاتحه لايف على التيك توك دايبون على ايش؟ ما اعرف ايش قلت. هاي تعليقاتك موجوده والناس مهتمه بالطفل اكثر من عندك انت امه، اكثر من عندي امه الناس مهتمه بيه. ودا تقول والله انت قاعد تحكي قدام العالم، زين انت ايش مسوي بالله؟ فاتحت لك تشو والله بسطيه مال لمة الحبايب وقاعده كارزين حب وتحكي من السوالف والفضايح. انت فاتحه لايف تيك توك قاعد تحكي من السالفه قدام العالم عكس هذا الكلام. خطيب عاطفي احترم نفسك واحكي عدل، كلامك هذا كله اعوج وباعوج، حكيك اعوج وباعوج. العب وينك ومره تقول للرجل هيك كلامك؟ يعني انت بعده بعدك يعني تعال ذمه رجال، صح ما ندخل بهاي السالفه، بس انت يعني تقول لي احكي عدل. زين هسه وين هو العدل بكلامك حتى هو الولد يحكي عدل؟ انت تقول لي احكي عدل، كلامك اعوج باعوج، شلون هو يحكي عدل وانت تقول لي كلامك اعوج باعوج وانت بعدك على ذمه هذا الرجال؟ ما يسوي هيك. وين الانصاف؟ ترى الشريف ما يسوي هيك. تمام؟ احنا ما ندخل بالشرف. احا اوه هذا هنا الكلام خطير خطير يا ربع. هو هلا دخلوا بالشرف، انا قلت انا ما علي، انا ما دخل بهاي السالفه مال الشرف. هو نادى يقول اذا تريدين تحكين عن الشرف فانا علمك الشرف شنو هو، فما اعرف هو شنو اللي عنده. وحكى كلمه هنا كلش قويه تتطور. فمثل ما شفت يا ربع هاي هي البنيه، وش وقت تحكي يا شيخ وشنو اللي صار يا شيخ، والاغنيه ما ددها وكل شيء ما فهمنا، بس اكو كلام كلش قوي قال الرجال. فتتخيلون انه هذا الحكي اللي قالته البنيه شو وقت تحكي يا شيخ وخابر شيخ واريد شيخ صار ترند. من يتوقع انه انت تجي تحكي باتصال؟ بس ما حد يتوقعها لان انت ما تسويها، انت انسان محترم ما تسوي لايف وتحكي وتطلع هاي السوالف والفضايح. فخليني اشوف هذا الولد الاول يسوي الترند. شوف انت شو الشيء؟ طبعا هنا هنا اسمه زيد دخو قبل او قبل شنو؟ بدل ما يجيب هنا الطفل ويخليه ويكمش لا جايب هنا الكلب. شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ بس والله مضبطها. شو تحكي يا شيخ؟ عيد 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 هنا ما زيد. اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح ولا لا؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ 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 العيطه. عندنا هنا من عندنا هنا ايناس الخالدي. ناس الخالدي انت مو قلت انا اعتزلت التيك توك وبعد حساباتي لو هسه شنو ايش صار؟ ايش كاتبه بالله؟ كاتبه شو وقت تحكي ويا الشيخ؟ اوكي شو وقت تحكي يا شيخ؟ اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح ولا لا؟ شو وقت تحكي ويا الشيخ؟ هلا باني نفسي يا اخي هسه اوكي سويت هو صار ترند ما اعرف يا البنيه تقبل ما تقبل. المهم يا الربع ما علي، يعني الصوت مال البنيه هاي اللي قاعد صيح صار ترند. انت جيت وسويت ترند زين ليش تسوي هيك حركات يعني؟ شو وقت تحكي ويا الشيخ؟ عينك عينك يا اخي. شو وقت تحكي ويا الشيخ؟ شل لعبون النفس يا ناس، شل لعبون النفس اللي قاعد اشوفه. طبعا هذا راح يتغوش، هو انت كلش راح تتغوشين. ايش تسوين؟ حلو هنا حتى الماكيره ساره مسويه هذا، وما جايبه طفل واحد جايبه اثنين، هنا بنيه وفوق طفل هنا هم بنيه. ايه اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح ولا لا؟ انا اللي قاعد اشوف اكو صوت دا يروح، يعني صوت اللي مو الشيخ اللي تريد الشيخ دا يروح وينتهي وبعدين تحكي وش وقت تريد الشيخ. شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ زين اكفو لحظه 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 انا ما انتبهت. زين انت شلون قاعده بمكان يعني واقفه بمكان عام؟ مو قاعده واقفه مكان عام وحاطه ذول الطفلات البنات الاثنين وتصورين مكان عام؟ اعتقد هذا مول. شلون يعني انت هيك لك الجرأه واحد دي يصورك وقاعد تحكين؟ اعتقد يا همدا صيح نفس الحكي اللي صار مال البنيه. شلون هيك الجرأه تحكين وتصيحين؟ عندنا هنا البنيه اللي بعدها كاتبه تزوجته وما جاب لي اندومي. طبعا مشاكل البنات كلها بالاندوم حتى المتزوجات. اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح لو لا؟ صح لو لا؟ ايش وقت تحكي يا شيخ؟ كلها تريد الشيخ. الشيخ صاير عباره عن قضيه بالتيك توك، جيبوا لهم الشيخ عمي خليه يتطلقون. شو وقت تحكي يا شيخ؟ عندنا هنا الولد شوفوا شو مسوي يا الربع، هو ده يخابر وحاط هنا ولد بدال الطفل. اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح ولا لا؟
طلعوا الولد. شو تحكوا يا شيخ؟ شو تحكوا يا شيخ؟ شو تحكوا يا شيخ؟ شو كنت تحكوا يا شيخ؟ شو كنت تحكوا يا شيخ؟ هاي شو مسوين ذولا؟ هاي شو شلون دبرته بس ابدا اعرف ماكو انا ماكو يمكم طفل يعني تسوي بي لو حط الولد يا اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت شو اللعبون نفس اخذ ايش تسوي؟ لك ايش تسوي؟ شوف 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 اللعبون نفس ايش يسوي؟ اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت انه ما يمسح فيه ايش وقت تحكي الطفل ما سوي يعني هسه تقعد تقلد الطفل ابو الاحمر اللي مصعده هنا انت تقلد الطفل عود بس الطفل ما مسوي هيك يعني انت حتى على الطفل شو وقت تحكي يا شيخ؟ لابس شال مدري شياله. وقت تحكي يا شيخ؟ ناهم ابني اللي بعده كاتبه من اتزوج واقول له اريد اندومي، زين يعني ليش البناتتين اكثر مشاكل كان بس على اندومي يعني؟ بس اندومي؟ يا شيخ اعتقد انا طلب الطلاق وانت ما قبلت، صح لو لا؟ انا مو اندومي؟ ايش وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ شو وقت تحكي يا شيخ؟ طبعا اجتني شغله ذكرتها، اكو بنات دائما يعني انا هم اشوف بنتي شلون، اكو بنيه تتزوج بعدين تطلق على مود اندوم يعني ما جاب لها اندوم او ما سوى لها اندوم اطلقت يعني معقوله يعني يعني سامعني بهالشيء يا الربع انه بنيه تطلق على مود بس جسم مال اندومي على مود هاي الطاسه اللي هيك مال اندوم بس على مود هاي تطلق ما اعرف. والشغله الثانيه اللي شغله راما يعني انا حكيت بالفيديو السابق اللي نزلت عليها قلت انه هالبنه اذا ما بطلت من هاي السوالف اللي قاعده تسويها راح تنسجن يعني هاي سوالف سوتها يعني بهاي السنه ما اعرف كم شغله طلعت. اول شيء قالت انا ولد بعدها قالت انه طلعوا عليها ناس قالوا انه هي بنيه بس احنا ما صدقنا بعدين رجعت طلعت ويا سامر قالت انا بنيه وبعدين قامت تسوي سوالف يعني ما اعرف ايش جلسن وين راما فهسه هي ما تسمعنا يعني تعرفوا ليش بس انا اللي دخلت السجن بعد فشالوها قالوا انه هي محتوى هابط وانسجنت فقلت انا قبل بالفيديو اللي راح قلت حتى والله احترق قلبه قلت له هاي راح تنسجن اذا ما بطلت من هاي سوالفها بس هي يعني ما مشيت بالطريقه الصحيحه وانسجنت. يا ربع مثل ما شفتوا هذا الفيديو اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به وجماعه الخصوصيه يعني خلوا الخصوصيه بيناتكم جوا البيت بالاتصال مو تطلعون بث مباشر وتحجون وها ومن ننزل احنا اليوتيوبر هاي ليش تنزلون ليش تفضحون انت من الاساس واضحه نفسك بالتيك توك يعني انت ما استحيت من التيك توك تجين تستحي من جماعه اليوتيوب لو جماعه اليوتيوب شوي يعرفون يردون عليكم. مثل ما شفت هذا الفيديو اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به كان اخوكم علي اللي هو اني اذا هسه يا ربع يا ربع اذا لحد هسه يا ربع ما مخلي لايك انا اتمنى منكم هسه تخلون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون الجرس هواي ناس يقولون لي علاء وليش بدك تنزل فيديو ورا ساعه ساعتين يلا يجيني اشعار انت ما فعل الجرس يا اخي فعل الجرس خليه على كل الاشعارات حتى تجيك اشعارات بس كان اخوكم علي اشوفكم في فيديو جاي مع السلامه.